اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من قلب النيل في جزيره الدهب. هنعمل النهارده كشك جمبري وسلطه الطماطم محشيه تونه ومايونيز. نروح على المكان نشوف الطريقه والمكونات. هنعمل النهارده كشك جمبري وهعمل معاه سلطه طماطم محشيه تونه ومايونيز. نبتدي الاول بالكشك، نقول على المكونات: جمبري، ثوم، زبادي، دقيق، بصل محمر، لبن، عيش محمر، وطماطم صلصه. نقول لحضراتكم بقى على الايه الطريقه بسرعه كده على ما تكون الميه ابتدت تغلي. كل اللي هنعمله، هناخد فص ثوم نهرسه هرسه خفيفه يا دوب كده، بس هنعدي عليه سكينه، ونحط فص الثوم ده مع الميه. الميه دي هتبقى لسلق الجمبري، هحط فيها سنه ملح صغيره، وهحط فيها شويه فلفل، وزي ما حضراتكم تحبوا بقى. عايزين تزودوا اي مكونات تانية، مش مكونات يعني، اي بهارات تانية، كمون، زي ما تحبوا، بس خلينا نعملها بالطريقه الطبيعيه، وبعد كده نشوف هنحتاج نزود حاجه او احنا عايزين نزود حاجه بعد كده ولا لا. احلى حاجه للكشك طبعا، في فرق بين الكشك ده والكشك الصعيدي. الكشك الصعيدي ده بيبقى حاجه تانية معموله من القمح وبيتساب على السطح، وفي قصه تانية. ده الكشك اللي اعتقد كشك الالمازية. لو قدرنا ان احنا نعمل الكشك ده يوم من قبلها، يعني بمعنى نعمل الزبادي مع الدقيق ونسيبهم في الثلاجه يتخمروا مع بعض، بيبقى احسن كتير. ما قدرناش برضو بيمشي نفس القصه. هياخد معلقه من الزبادي، نحاول نصفي الزبادي كويس، معلقه كده، وهياخد معلقه من الدقيق او اقل من معلقه بشويه. وعندي الزبادي وعندي الدقيق، عايز ازود ازود، عايز لقيت ان الدقيق زاد ازود زبادي. خليهم جنبي كده وابتدي ايه اشوف. طبعا انا هعمل طبق واحد صغير كده، محتاج ازود دقيق لان انا محتاج اخليه يمسك في بعضه. هزود دقيق كده. ده اللي بقول لحضراتكم عليه، لو قدرنا نعمل الخلطه دي وسبناها بالليل تخمر مع بعضها بتدي طعم احسن. شويه دقيق كمان لحد لما تبقى شبه العجينه كده. طبعا انا عندي هنا في توم، فالتوم ده اكيد مش هخسره. ممكن بعد كده بعد ما اخلص السلق الجمبري فيه، اللي هو هيبقى دلوقتي الميه بتغلي اهي، ممكن استعمل من الميه دي واخد كمان التوم احطه مع الكشك في الاخر. خلي ده هنا كده ونكمل الموضوع ده. هيبقى عندي اللبن وعندي الدقيق، اسف، عندي اللبن وعندي الميه، اقدر ان انا ابتدي بقى اشوف القوام انا عايزه عامل ازاي. والله لقيته لسه طري او لسه القوام ما مسكش نفسه قوي، هزود شويه تاني من الدقيق. هنمشي فيهم واحده واحده كده وهنشوف. نشوف الجمبري، لا محتاجين نقلبه عشان مش كله. طبعا الجمبري مش هياخد دقيقتين ثلاثه ويخلص. طيب البصل ده بيتعمل ازاي؟ البصل ده قطع رفيع قوي قوي قوي، سخن الزيت جامد جدا جدا، تمام، مش لازم كميه كبيره، على حسب كميه الزيت. هنحط البصل في الزيت، واول لما يبتدي يغلي نخف النار عليه خالص، ونفضل واقفين قدامه لحد ما لونه يغمق. كل ما لونه يغمق قبل ما يتحرق كل ما يطلع احسن، بحيث ان هو يدي الطعم زي بتاع الكشري مثلا، اللي هو بنقول عليه ورد كده. الجمبري نقدر نقول انه تمام. محتاجين مصفى او حاجه نطلع الجمبري اهي، وناخد طبق نطلع فيه الجمبري. فين اهو بالمصفى كده هناخد الجمبري ده، هيدخل في الاخر بعد كده. خلاص ده الجمبري مستوي. كل اللي هنعمله ان احنا بعد كده هنحط الجمبري بعد ما نخلص الكشك ادي كده. طبعا يفضل ان احنا لو هنستعمل ميه نستعمل الميه دي، الميه اللي هي اتسلق فيها الجمبري، لانها فيها طعم التوم. فخليها جنبي كده، خلي ده عندنا هنا كده بالكبشه. نجيب بقى حله تانيه ونحط فيها شويه اللبن، مش كله، دايما نمشي كميات قليله. خلي برضو حبه عندنا هنا
علشان لو احتاجنا ان احنا نزود نقدر نزود، لقيناها تقلت نخفها باللبن او بالميه دي لقيناها لسه، نشوف احنا محتاجين ايه بالظبط، يعني محتاجين انه سائل او محتاجين ماده تتقل الصوص هنشوف، او يعني الخشك برضو يعتبر صوص. تقلي تغلي كده، هناخد بقى الزبادي والدقيق دول هنا كده، يفضل طبعا لو في مضرب عشان ايه يبقى الموضوع سهل. نقدر في الاول نفتكر كويس قوي ان احنا لما نحط الدقيق والزبادي نحطهم بدري واللبن لسه سائع، علشان لو حطيناهم بعد ما اللبن يسخن هيكلكع. نقلب كويس كده، هيبتدي يتقل بسرعه بسرعه. جميل قوي الكلام ده. في الاول نشتغل بسرعه كده ونجيب الحله من تحت، بعد شويه مش هنبقى عايزين نجيب الحله من تحت، عشان ساعات طبيعي جدا ان هو يلزق تحت مش مشكله، فنقلب من فوق. المهم ان احنا نحاول نقلب في الاول عشان ما يعملش كلاكيع، وبعدين نزود بقى من الميه السخنه اللي هي ميه سلق الجمبري اللي بالثوم ونقلب. نفضل شغالين كده، انا عايز اخف النار دي شويه لان انا مش عايزه تغلي. شايف؟ ايوه كده، جميل جدا. ناخد دلوقتي معلقه من الصلصه، ممكن حتى دي، لا معلقه صغيره من الصلصه، نغير بس ايه اللون، وبسرعه بسرعه نقلب، يبتدي لونه يدي ايه بمبه كده سنه. بص حضراتكم مع التقليب هيبتدي يتقل. طيب افرض ان احنا غلطنا وزودنا ايه زودنا اللبن او زودنا الميه ومش قادرين نستنى وعايزين نخلص بسرعه وعايزين نبتدي نشتغل في الكشك، ممكن حل من اتنين، يا نسيبه على النار لحد لما يبتدي يقصر شويه ويتقل القوام بتاعه، او ممكن ناخد شويه معلقه دقيق مع شويه لبن ساقع، يعني ممكن هوريها لحضراتكم برده دلوقتي. ناخد معلقه ثانيه نظيفه، هنا في شويه لبن، ناخد معلقه نقلبه. لما بنقلب الدقيق في لبن ساقع او في ميه ساقعه ما بيعملش كلاكيع، لكن لو قلبناه لو حطيت الدقيق هنا دلوقتي هيروح مكلكع. ونزود شويه اللبن، يبقى احنا كده خلصنا. ونقلب دقيقتين ثلاثه بالظبط وهتلاقوا القوام بتاعه مسك نفسه وبدا ايه يبقى صوص تقيل. زي ما حضراتكم بقى تحبوا، عايزين القوام يبقى عامل ازاي، يتقل تمام. دلوقتي اقدر ابتدي بقى اظبط الملح والفلفل واشوف الموضوع اخباره ايه. هدوق الاول قبل ما اظبط حاجه، نفتكر ان الزبادي برضو حادق سنه. لا طبعا محتاج ملح، وناخد فلفل اسود او فلفل ابيض الموجود ونقلب. بص حضراتكم ابتدى يتقل ازاي. طبعا انا في هنا توم كتير مش هعرف اطلعه، لكن ممكن احاول. عايز اخد التوم ده عشان عايز اخد الطعم بالمصفى كده. فين فين اهي، قلب تمام. شفتوا حضراتكم لما ما حطيناش دقيق على ميه سخنه او على حاجه سخنه ما عملش اي كلاكيع خالص وماشي كويس. هاخد شويه من البصل ده هنا كده علشان برضو يدي طعم. انا كل ده مستني ان الكشك نفسه يتقل، برضو لما هيبرد، لما هنخلص وهيبرد هيبتدي يتقل. فين بقى الجمبري؟ ادي الجمبري ده اللي فيه التوم وفيه بقيه الطعم. حط الجمبري كده، نفضل نقلب كده لحد لما يتقل. طب الحله دي كويسه وما بتلزقش، فما حصلش ان في حاجه لزقت تحت. مش كل البيوت في مصر عندها الحله اللي هي ما بتلزقش، ممكن حد ما عندوش الحله اللي ما بتلزقش، فنخلي بالنا واحنا بنقلب بلاش نكحت جامد. انا عايز ادوق بس طعم مظبوط ولا ايه. تمام، ده كده كده ده بدايه القوام المظبوط للكشك. اللي عايز بقى يتقل اكتر من كده دي حاجه راجعه للذوق بتاع البيت. احنا بنحب الصوص تقيل ماشي، بنحبه خفيف ماشي، بس احنا كده وصلنا للقوام اللي احنا عاوزينه. هاخد شويه كمان من البصل عشان يبتدي يدي لون.
بيدي لون وبيدي طعم. والاخر ده هرشه، الفاضلين دول هرشهم في الاخر على بقيه الطبق. الجمبريه دي تمام. نجيب بقى ايه طبق نقدم فيه كشك اهو، لذيذ قوي كده. كبشه، وهنحتاج دي كمان. انا هاخد كميه بالاول من الجمبري علشان يبقوا باينين، وبعدين الكشك بقى نبقى نزوده براحتنا. هاخد بس الجمبري كله الاول، بحاول ايه بحاول اصطادهم. ناخد بقى كده ده هنا اهو، فين بقى البصل؟ ايه دي البصل، البصل ده خطير. انا شخصيا بموت في الكشري، يعني لما بروح اسمه ورد بطلب ورد زياده دايما. شويه فلفل حراق كده. وطبعا العيش ده سهل جدا، يعني بيتقطع صوابع كده وبيتحمر في الزيت، بس خلي بالنا احنا بنحمره في الزيت ده 10 15، لو متقطع اكبر من كده سنه 20 ثانيه مش اكتر من كده. لو اكتر من كده هيبتدي يغمق، لونه يغمق جامد. يبقى اول جزء من الحلقه عملنا كشك بالجمبري. هطلع فاصل وارجع اعمل مع حضراتكم سلطه الطماطم محشيه تونه ومايونيز. خليكم معايا بعد فاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا كشك الجمبري في الاول، هنعمل دلوقتي سلطه الطماطم محشيه تونه ومايونيز. نقول المكونات: طماطم، تونه، ليمون، مايونيز، ثوم، ولو في بقى شبت، لو في بقدونس، لو في كزبره، اي خضره ممكن نضيفها زياده. يعني انا عندي هنا مش قايله في المكونات بس عندي شبت هزوده. طيب نبتدي الاول نجهز الطماطم قدامنا، وبعد كده نطلع منها القلب بتاعها ونجهزها على الحشو. طبعا لما نعمل اكل زي دي او طبق زي ده نركز قوي ان احنا نجيب طماطم كبيره. هنفتح الطماطم الاول، بس قبل ما نفتحها هنقفل الحته دي هنا كده، هناخد حته صغيره كده علشان الطماطمايه تقف في الطبق. حلو. طيب دلوقتي احنا بنقطعها، رحنا ايه قطعنا حته زياده، هنخلي دايما موجوده عشان بعد ما ننضف اللي جوه الطماطم. تمام، لو حصل ممكن نرجع دي جوه تاني، وهعمل واحده بالقصد عشان اوريها لكم بتمشي ازاي. نقطع بقى قطعه كده حوالي سنتي، وبالسكينه نفسها هنمشي كده مع اللحم بتاع الطماطم. احنا عايزين بس نطلع البذر اللي جوه عشان نفضي اكبر كميه موجوده. نجيب الطماطم كلها هنا، نعمل ايه؟ نعمل اربعه كويس، ومعلقه صغيره بالراحه هنطلع، هنغرز المعلقه جوه كده تروح طالعه اللي جواها. نفضي بقى. انا عايز ايه؟ عايز اوري حضراتكم بالقصد ان انا هقطع حته عشان ايه؟ نشوف حلها ايه. انا بحاول بس ايه يعني ايه اهو، انا فتحت الطماطميه من تحت، ده كده غلطه واحنا شغالين واتعملت بالغلط. فهنروح جايبين الحته دي اللي هي بقيه الطماطميه ندخلها جوه بالمنظر ده، فبقت ايه مسدوده. ادي كده واحده والغطا بتاعها. نعمل كمان واحده قطعه صغيره بس عشان الطماطميه تقف. اول واحده ممكن نغلط فيها، تاني واحده غالبا مش هن ايه مش هن مش هنتلخبط ونعملها مظبوطه. ونلف نفس اللفه تاني. دايما بيبقى فيه أربع ضلوع في الطماطم، في الطماطماية، دول اللي بنحاول نشيلهم، وبالمعلقة غرزة بسيطة كده بتطلع على طول لوحدها. ونشيل بقى البذر كمان برضو بالمرة، ننضف كويس قوي علشان برضو تاني البذر ساعات بيبقى قوي على المعدة، لو المعدة حساسة بيضايقها شوية. كده نضفناها كويس، وادي التانية بالغطا بتاعها. لو في طماطماية هتقف لوحدها كده مش لازم نشيل منها حتة، خلاص سنتي لفه. بعد كده تلاقوا بقى الموضوع بدا يبقى ايه، بدانا نعرف من الميل السكينه سنه، فبقى ايه بدل ما بنقعد نغرز المعلقه جامد دي هتلاقوها طالعه اسهل، مجرد ما هزقوها كده هتطلع. شفتوا ازاي؟ مع التجربه ومع الممارسه كل حاجه بتبقى
اسهل بكتير، زي ما الانجليز بيقولوا براكتس ميكس بيرفكت، يعني الممارسه بتخلي الحاجه تبقى بيرفكت، تبقى مثاليه. وادي اللي بعديها، دي مش هتقف مظبوطه فهنشيل منها حته. تمام، نشيل الغطا. بصوا كل ما بنعمل اكتر بتلاقوا الامور بقت اسهل. انا عشان بعمل الحاجات دي كتير فبتبقى بالنسبه لي اسهل، لما هجربه في البيت هتلاقوا ان الموضوع اهي بقت اسهل بكتير. ونشيل البذر لو لقينا ان احنا لسه مش مفرغه كفايه ان احنا نملاها هنزود شويه. ادي كده الاربع طماطميات جاهزين. طبعا ده ما يترميش، ده ممكن يتعمل لو بنعمل صلصه في البيت ممكن نستعمله ان احنا نعمل بيه بقيه الصلصه. طبعا ساعات بيعكسنا في التصوير الخارجي شويه ان احنا بيبقى فيه شويه يعني طيور او حشرات او ايا كان، بس بنحاول ان احنا دايما بنبقى بننظف وبنمشي الامور على قد ما نقدر مظبوطه. انا هزود عليها شبت، انا مش قايله في المكونات. هناخد بقى المايونيز، طبعا لو مش عايزين مايونيز حطوا زبادي، لو مش عايزين زبادي مايونيز حطوا جبنه، جبنه كريمي، جبنه فتة، جبنه اي نوع من انواع الجبنه. هناخد اعتقد الكميه كلها عشان تكفي. والتونه، وهناخد فص توم برضو اختياري التوم، مش شرط ان احنا نحط توم كتير، بس طبعا التوم ومايونيز وتونه وليمون وزيت زيتون وملح وفلفل، خلطه ما ينفعش تبقى وحشه. نحاول بقى ايه نهرس الموضوع بتاع التوم ده كويس علشان ما نلاقيش واحنا بناكل حته توم كبيره. فنعمل ايه، ناخد شويه من الملح صغيرين، يبقى احنا كده ايه ملحنا خلاص الاكل. وبالسكينه هبتدي اهرس، طبعا لو في ايد هون اسهل واسهل، بس احنا بنتجنب الحاجات اللي بتعمل دوشه في التصوير علشان ما نضايقش حضراتكم. كده فص التوم بقى عجين او معجون. يلا ادي التوم. طيب انا عندي ليمون معصور جاهز اهو، تقريبا نص ليمونه، وعندي الشبت اللي انا برضو اكد تاني ان انا ما قلتش عليه في المكونات، انا كنت جايبه عشان ازوق بيه بس قلت يعني تونه وشبت ومايونيز هيبقى الطعم لذيذ قوي. وادي شويه شبت، وهحط نقطه زيت زيتون، نقطه خفيفه كده بس عشان كل حاجه تمتزج مع بعضها. معلش هو انا عندي النقطه بس تبقى زياده شويه. وناخد شوكه بقى علشان نعرف نخلط كل حاجه، بس هخلي المعلقه دي ممكن احتاجها ان انا احشي بيها الطماطم، وممكن استعمل المعلقه الصغيره. هرسه سريعه كده. طبعا اللي انا عملتها دي اوريدي خلاص كده، دي سلطه التونه يعني، ممكن لو مش عايزين الطماطم ممكن نحطها في طبق وشويه زيت زيتون ومعاها فص اسف معاها حبايه ليمون كده جنبيها تبقى لذيذه قوي. برده دايما عشان نبقى ماشيين كويس هندوق سريعا كده، نجيب معلقه ندوق بيها. احتمال تبقى محتاجه ملح لان المايونيز مع التونه كل ده مش مملح، مش محتاجه الملح اللي انا حطيته في الاول هو اللي ايه اللي فهرست بيه التوم، هو ده اللي ساعد الموضوع وخليها تبقى مظبوطه. الشوكه مش عايزينها، واحده واحده بقى عايزين نملاها قوي. لا انا هستعمل معلقه صغيره. ليه هستعمل معلقه صغيره؟ برده كل حاجه ليها سبب، عشان وانا بحشي الطماطم ما تقعدش تدلدق من بره، يبقى الايه على قد القد كده. كل واحده هتاخد لها يمكن على حسب طبعا حجم الطماطمايه. فين الغطا بتاعها عشان نبقى عارفين؟ هنرجع الغطا عليها تاني واحنا بنقدمها اهو. موضوع سهل وبسيط ولذيذ، وحاجات الحاجات الجديده دي بتخلي الواحد يبقى نفسه مفتوحه قوي على الاكل كده. اخر ادي واحده كمان، حلو قوي. لا كده كتير، الباقي ده طبق صغير او بوله صغيره، وايه نحطه في طبق على جنب، يبقى دي عندنا سلطه التونه بالمايونيز. ادي الطبق، ممكن بقى ايه
نزوقهم او نرصهم بالطريقه. متهيألي التلاته كفايه في الطبق، اكتر من كده هيبقى شكله، هيبقى الطبق شكله زحمه. الغطا بتاعها قدامها، واحده متغطيه مثلا، واحده الناحيه دي، وعندي بقى شبت. رشة كده عليها من فوق. والليمون. عايز افكر حضراتكم بحاجة، لما نقطع ليمون بالسكينة او بصل ياريت على طول نشيل السكينة، نمسحها حتى بمية، علشان الليمون حامض بيخلي السكينة تتلم. يبقى كده النهاردة أول جزء من الحلقة عملنا كشك الجمبري، وعملت معاه سلطة طماطم محشية مايونيز وتونة. ألف هنا وشوفها، وأشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.